وصلنا لفقرة كتير مميزة وناطرينا أكيد بصباحنا لليوم. ليا أكيد ختام مسك هيك. نحن السوريين بنبلش سنة 2017 بقوة وبأخبار مهمة. سوريا أول بلد عربي بتم ذكره من بين قصص نجاح استراتيجية المحيط الأزرق من خلالي كأول عربية بيذكروا قصة نجاحها بالعمل من خلال تطبيق هالاستراتيجية العالمية. هيك بلشت أخبارها على صفحتها مع بداية العام الحالي، وهيك حبينا نبلش لقائنا مع الكوتش كريستينا كشر خبيرة التدريب وأول متحدثة تحفيزية بسوريا. صباح الخير كوتش، وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخيرات، بفرح دايما لما أكون معكم على الهواء ليا ونور. أهلا صباح وسهلا الخير كوتش. فيكي كوتش، قبل ما نبلش حديثنا معك رح نروح للمحة صغيرة عن حضرتك بالتقرير التالي. كريستينا كشر خبيرة تدريب مختصة بالتواصل الفعال والقيادة وبناء القدرات وأول متحدثة تحفيزية في سوريا، حاصلة على شهادة مدرب وطني معتمد من وزارة التنمية الإدارية في سوريا. دربت إلى اليوم أكثر من 125 شركة ووزارة وجهة في دمشق وعدة محافظات وفي لبنان، كما قامت بتدريس مادة مهارات التطوير الشخصي في جامعات دمشق لعامين. عينت رئيسة جلسة ودعيت لتكون محاضرة ومتحدثة في عدة مؤتمرات وورشات عمل محلية، كما شاركت في عدة لجان تحكيم ضمن مسابقات وطنية رسمية. أول عربية يتم ذكر قصة نجاحها ضمن قصص النجاح العالمية لاستراتيجية المحيط الأزرق للعام الحالي 2017 إلى جانب خبراء عالميين مشهورين. حاصلة على 3 جوائز عالمية في التفكير المبدع، وتم اختيارها من قبل مجلة الاقتصادي ضمن لائحة 60 امرأة سورية حديدية لعام 2011. وفي عام 2013 كرمت من قبل رئيس جامعة دمشق وعيادات العمل في الأمانة السورية للتنمية لجهودها التطوعية في تطوير وتدريب الشباب السوري، وتم تكريمها أيضاً من قبل عدة جهات سورية. أكيد إنجازات كبيرة ومحطات كتيرة وشهادات ودورات تدريبية لا يمكن اختصارها بمساحة زمنية، لكن الأبرز بالنسبة لحضرة الكوتش لعام 2017 هو دخول سوريا كأول بلد عربي بيتم ذكره من بين قصص نجاح استراتيجية المحيط الأزرق من خلال حضرتك. خبرينا عن هي التجربة، وخبرينا عن يمكن هالشيء الرائع يلي دخلت فيه سوريا من خلال حضرتك، كتير بحاجة لإله اليوم نحن هالإنجاز المهم. تماما، ليش هي هي محطة مهمة لإلي ويمكن من بين أهم وأميز المحطات بكل حياتي العملية والشخصية؟ لأنه ورجينا العالم وخصوصا ورجينا باقي بلاد عربية أنه سوريا كبلد كانت أذكى من الظروف وسبقت الباقي. حلو يكون الإنسان أذكى من الظروف، مو دايماً بيقدر يكون أقوى من الظروف بس أذكى من الظروف. فاستراتيجية المحيط الأزرق البلو أوشن استراتيجي هي من ضمن علم الإدارة وتطوير الأعمال. فأنا لما تعمقت بالموقع الرسمي تبعهم على الإنترنت شفت أنه في كتاب، فطلبت بعثت راسلتون عم مطلب أنه الكتاب تبع المحيط الأزرق يبعثوا لي إياه كإهداء، قلت لهم ووضحت لهم ليش حابة أحصل على هالكتاب، لأنه أنا من كذا سنة طلعت بطبق بلا شعور الرؤية والهدف تبع استراتيجية المحيط الأزرق، ألا وهي خلق مساحة جديدة في السوق بعيداً عن روح المنافسة، إنه الشركة أو المشروع يسبحوا بمحيط أزرق هادي، بأفق أزرق بهدوء بعيداً عن المحيط الأحمر، محل ما المنافسة تتقاتل مع بعضها وبتستشرس، فبيصير هو دامي يعني مدمى بالدم. من هيك منكون
بالمحيط الأزرق بعدنا عن المحيط الأحمر. فبعثت لهم هذا الإيميل، رجعوا راسلوني إنه مهتمين أكثر نعرف، رح نبعث لك الكتاب قالوا لي قريبا، بس قبل مهتمين نعرف تفاصيل أكثر. بعثوا لي استمارة لعبية عبيتها من 3 صفحات ورجعت بعثت لهم إياها، رجعوا بناء على موعد أخذوا عملوا معي اتصال هاتفي ضل قريب 23 دقيقة، سألوني كتير أسئلة معمقة على أسلوب عملي، على كيف أنا بعمل مقاربة approach مع الشركات والجهات يلي أنا بدربها، ووضحت لهم كيف أنه أنا بأسلوب عملي خالقة مساحة خاصة لحالي بكيف بقرب وبعرض التدريب على هالجهات، وكيف عندي بأسلوب تدريبي قبل وخلال وبعد. كيف قبل منخيط الاحتياجات التدريبية مع هالشركة وخلال التدريب، وبعد جلسات المتابعة يلي من خلالها بدنا نعرف قدي صار في تقدم. فكتير انبسطوا كمان من التليفون وقالوا لي رح ندرج قصة نجاحك بشغلك ضمن قصص النجاح العالمية مع استراتيجية المحيط الأزرق إلى جانب خبراء عالميين مشهورين بمجالاتهم، وهيك صار. بنقول لك ألف ألف مبروك كوتش. بس قديش فعلا فيها يمكن محطات كتير مهمة وعديدة مرقت بحياتك، قديش فيها مسؤولية اليوم كأول بلد عربي يذكر من خلالك كأول عربية كقصص، فيها مسؤولية، ويمكن ظروف الأزمة اللي عم نعيشها في البلد كمان بتعطيكي يمكن حافز أقوى ونجاح أقوى وشعور مختلف. صحيح صحيح نور، هي فيها إذا بدي بدل كلمة مسؤولية بكلمة استعملتيها لاحقا هي في حافز، هي حافز حلو، إيه حفزني هالشي لحتى أفكر بشي جديد أقوى، لحتى أطرق أبواب العالمية مع شي جديد لسوريا. ليه لا؟ إن كنا أول بلد عربي وإن كنا ذكرنا إلى جانب بلاد عربية وما كانت سوريا مذكورة قبل أمور عالمية ومحاور عالمية أخرى، فعطاني أكثر مسؤولية حافز أنه دور وشوف وين في شيء أنا كسورية قنعني أنه نكون متواجدين فيه. بتعرفي ملان استراتيجيات وملان أمور كتير عالمية، بس مو كل شيء بيجذبك أنه أنت تعملي جهدك تكوني مذكورة كبلد أو كاسم ضمنه. نعم كوتش، 2016 يمكن كانت حافلة بالإنجازات مع الشركات مع البنوك وأيضا مع المؤسسات الخيرية، كان لك كمان وقفات معهم. خلينا نحكي يمكن ب 2016 المضت، كيف كان رضاكي عن الأشخاص يلي كنت معهم ورافقتيهم للوصول لطريق صحيح أو للرجوع لهيكلية جديدة بحياته؟ كانت سنة 2016 سميتها سنة مثمرة بامتياز. نعم. على الصعيد يلي ذكرتي ليا كتير انبسطت انه قدي الجهات السورية كلها والشركات مؤمنين ببناء القدرات وبمجال التدريب، لحتى خصصوا ميزانية من أول سنة 2016 وتم التواصل معي وتم تخصيص مواعيد، إن كان بعض الشركات خصصنا بالربيع، بعض الشركات قالوا بعتيلنا شو حقائبك التدريبية الجديدة لحتى نعمل شيء بالصيف. سورية أيضا. صحيح. وهذا يلي أنا انبسطت أكثر فيه، إنه 2016 توسعت أكثر بالمحافظات، كنت بال 2015 رحت على بعض المحافظات مثل السلمية وغيرها. أنا جريئة بعملي، أنا جريئة بعملي ضمن أي ظرف بروح، لأنه بسمع لصوتي الداخلي بقول إذا ما أخذنا هاي الخطوة مين بده ياخذها إذا كلنا ناطرين بعض. بال 2016 رحت على كذا محافظة، وهذا الشهر رايحة على محافظتين، على طرطوس وحما، الشهر القادم إن شاء الله على حلب إن شاء الله بشكل الله. أكيد يعني. فكتير بحب لما أروح المحافظات بصراحة، بستمتع أكثر من ما استمتع بتدريبي هون بدمشق. فكانت سنة مثمرة بامتياز، وبشكر وبهني كل هالجهات اللي عم تعرف قديه مهم الاستثمار
بتدريب كوادرهم الوظيفية. وهي من خلال حديثك قلتي جملة كتير مهمة، قديش صار في إيمان اليوم بهي النقطة تحديدا، بهي الدورات التدريبية وحصولك على رقب مدرب وطني معتمد. نقلك ألف مبروك، بأكد قديش هيدا الشيء مفيد. نحن يمكن في ظروف، بدي أقول وعيد، في ظروف أزمة وفي ظروف حرب وظروف استثنائية، بناء يمكن مش القدرة البدنية والقدرة الجسدية، القدرة النفسية للإنسان ليتأقلم مع هي الظروف قديش مهم. جدا مزبوط، بناء القدرات النفسية والذهنية، بناء القدرات التطويرية. بتعرفي بناء القدرات مظلة واسعة على العديد. صحيح. من هالأمور. نعم. تماما. الله يبارك فيكم مشان الشهادة. بارح استلمناها إن شاء الله. ألف مبروك. نعم. شكرا كوتش. يمكن سنة جديدة داخلين عليها وخطط جديدة، أكيد يوم عن يوم عم نتطور أكثر، فما بالك سنة عن سنة. 2017 يمكن مخططاتك جاهزة وأوقاتك كلها مليانة، خلينا نحكي شو محضرة، شي جديد أو شو هي الطريقة الجديدة يلي ضفتيها على طرق، على الطرق التحفيزية لكل الناس بدك تقدميها هلأ؟ خطيت العمل تبع 2017 حطيتها بالربع الأخير من 2016 بشكل ربعي. طبعا في بجعبتي أمور جديدة وتقنيات جديدة، إن كان بتدريب التطوير الإداري، مهارات الإدارية، مهارات التواصل، وأدوات جديدة للتحفيز. من هالأدوات التحفيزية اتجهنا للإذاعة. فعندي هلأ بأدار رح أطلق برنامج إذاعي تحفيزي مع محطة سورية متميزة ورائدة، رح أعلن عنها الأسبوع الجاي على صفحتي الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. رح نعمل المحفز والتيزر مثل ما بيقولوا، لأن بأدار بدي أطلقه. فهذا البرنامج 12 حلقة منحفز فيه المجتمع السوري عبي 12 موضوع تحفيزي. هي كمان هيك منكون طلعنا من إطار الشركات والبنوك واتجهنا لكافة شرائح المجتمع. فهي كمان بالإضافة لطبعا السفر للمحافظات السورية والسفر لبلدين عربيين خارج سوريا والتدريب هناك. طيب كوتش، خلينا نوجه رسالة من قلبك السوري لكل السوريين، شو بتحبي تقولي لهم اليوم بعد هاي الإنجازات ومسيرة العمل والاستمرار فيها؟ بحب أقول للسوريين أنتوا فعلا ونحنا كلياتنا طلعنا أذكى من الظروف، طلعنا أذكى من الظروف لأنه نحنا دايما نتفوق على ذاتنا ومنكون فوق التوقعات. فهنن ثلاث عبارات مفتاحية، إذا هيك بيركزوا عليهم بيتبحروا أو بيسردوا عليهم هيك هنن وعم ياخدوا مشروبهم المفضل مثلا قهوة شاي أي شيء، بيعرفوا شو بقصد. نكون كلنا أذكى من الظروف، نكون فوق التوقعات، يعني نتخطى نتفوق على ذاتنا ونكون فوق التوقعات دائما. دائما بدنا نصنع التحفيز من جوا لبرا وليس العكس. نعم كوتش، يمكن كثير مننا هلا عم يفوت بحاله من الروتين، بحاله من الملل، بحاله من يمكن ما بقى عندنا طاقات. ف يعني حضرتك ذكرتي انه لازم نكون اذكى من الظروف، كيف فينا هيك نكون اذكى من الظروف ببدايه يومنا بحياتنا اليوميه؟ كيف فينا اكثر نحب حالنا ونؤمن بطاقاتنا وبحالنا كمان؟ سؤال مهم. انسان شو بيصير بيتعود على حاله، كل يوم عم يشوف حاله بالمرايه، كل يوم عم يسمع حاله كيف عم يحكي على الهاتف او عم يحكي بشكل شخصي مع الاخرين، بيه لنفسه، بس هو لما يشوفوه الاخرين لاول مره بيشوفوه متميز، بيذكروه بنقاط قوته. فلما الانسان يتجدد عبر مرونة التفكير عنده بيصير ما بيتعود على حاله، ما بيتعود على شكله الحلو، على نقاط قوته، على شو بيميز شخصيته. مهم نستثمر بالمستقبل ونخلقه بالحاضر. فإنه الإنسان يعيش الحاضر بكل أبعاده، كل يوم يسأل حاله آخر النهار أنا شو تعلمت شي جديد اليوم، بشو طورت شخصيتي. كل يوم يحكي جملة منسميها هي التأكيدات التحفيزية، motivational affirmations. كل يوم يحكي جملة تحفيزية مع حاله على المراية، هو على المراية أو بدون المراية،
على المراية إن كان خلص أو هو عم يفرش أسنانه بالليل لحتى ما ينسى يربط إنه رح يحكي هالعبارة التحفيزية مع هو عم يفرش أسنانه، أو يربط الصبح إنه هو وعم يسكر باب البيت وطالع هو نازل على الدرجة أولى. إنسان إذا ما برجع بقول بلش بهالأمور لتطوير شخصيته من جوا لبرا ما رح يمشي الحال. فكل يوم فينا نقرأ كتاب، كل يوم فينا نسمع غنية على الراديو، حتى إذا ما كان في كهرباء بنسمع الراديو، موجود التحفيز حوالينا، بس بدنا نمد إيدينا وناخده نعجنه بعجينة نحطه من جوا ونطلعه على أسلوب حياتنا اليومي، لو بالأمور البسيطة. بس الأمور البسيطة بتجمع بعضها وبتعمل بتزيد نسبة التجدد ومرونة التفكير، ومنقدر نتخطى هالملل، هالكآبة، هالتفكير الروتيني يلي هيك نطلع من النمط التفكير اليومي، يصير تفكيرنا مثل عم نعمل لمخنا ستريتشينج، عم نوسع آفاقه وأبعاده لمخنا. هي قناعة داخلية لازم الواحد يبلش من حاله. كوتش بالختام، الكوتش كريستينا كشر نتشكرك على وجودك معنا، نتمنى لك دائما التوفيق، دائما نحن فخورين فيكي وبدنا نقول لك ألف مبروك مرة تانية. الله يبارك فيكم. خليني من منبر الأخبارية أكيد نشكر الجهة يلي هي عم تصنع التدريب والتطوير وبناء القدرات في سوريا اللي هي وزارة التنمية الإدارية. يعني هن عم يحفزونا وعم يطورونا تحت مظلتهم أكيد بتوجيهات السيد الوزير دكتور حسان نوري. فتحية خاصة لوزارة التنمية الإدارية يلي نحن كمان تحت مظلتهم عم نعمل كل هالتطوير بالنسبة للقطاع العام والحكومي في سوريا. نعم كوتش كريستينا، نحن كثير بدنا نتشكرك، وان شاء الله هيك منضل عنا طاقات صحيحه وايجابيه ودائما نكون اذكى من الظروف. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا كثير لك. دائما الاسم السوري بجميع المحافل والدول العالميه بالعالي.